هعمل كفتة فراخ بصوص ترياكي. هبتدي أول حاجة أجهز صوص الترياكي اللي هعمل بيه بقية المكونات. فهفتح الأول حاجة على النار كده، هجيب صويا صوص، هستعمل قد عايزة، هعمل نص كوباية. طبعا لو عايزة اكتر من كده زودي بس الكميات. النص كوباية هحط عليها معلقة سكر واحدة، تحبي تستعملي سكر بني، تحبي تستعملي سكر ابيض، انا هستعمل سكر ناعم، هزود حبة كمان. وهستعمل عليهم قد تمن خل تفاح وحبة صغيرين توم بودرة. تحبي تحطي بدل التوم البودرة جنزبيل، ممكن تعملي كده. أنا كل اللي عايزاه إن بس كله يدوب، وهسيبه يغلي شوية. أنا هوطي عليه وهسيبه يغلي شوية، يبقى صوص الترياكي كده بقى جاهز. هبتدي أول حاجة دلوقتي أعمل إيه؟ هجيب الفراخ، أنا عايزة أفرم الفراخ، فكل اللي هعمله إن أنا هقطعها علشان بس أساعد على فرمها في الكب كده. مش مهم تقطعيها ايه ولا مقاس ايه، هي بس كل اللي بتعمليه علشان تساعدي الكبة على فرم الفراخ. انا استعملت تقريبا حاجة بتاعة 350 جرام فراخ، بتعمل لها تقريبا صدرين فراخ. هشيل بس ايه اي حتة بيضة شيليها، ادي كده. هاخد الفراخ احطها في الكبة، نحط الفراخ كده ويبقى بقيت حاجة، واغسل ايدي، مش همسك فراخ نية تاني. زي ما قلنا غسيل الايدين علشان الفراخ ما يبقاش فيها اي ميكروبات وتطلع في ايدينا وننقلها لبقية الاكل. ادي كده تمام، كده انا فرمت الفراخ فرم ناعم خالص، وهستعملها دلوقتي. هنزلها في البولة كده، ادي الفراخ، هتبلها بس بملح وفلفل. ادي ملح، وهحط عليها بقسماط. وبيضة. تمام كده. هبص على بس صوص الترياكي. تمام كده، هطفي عليه. تمام كده، هعجن الفراخ دي مع ملح وفلفل وبقسماط وبيض علشان اقدر اعملها كور. طبعا انت وانت بتعجنيها بتقدري تعرفي انت محتاجة
تزوديها بقسماط، محتاجة تزوديها أي حاجة علشان تمسك، ممكن تكون مش ماسكة. أنا هزودها شوية بقسماط كمان. هو 300 جرام بيحتاج له تقريبا 3 أرباع كوباية بقسماط كده. تمام. ادي الفراخ، انا هزود لها اخر حبه بقسماط عشان انا عايزاها تبقى ماسكه كويس، ولما اسويها كمان ما تفكش من بعضها. تمام كده. حاولي تخلطيهم كلهم مع بعض كويس. ادي هبتدي اكورها، عايزاها صغيره شويه علشان تستوي اسرع. تمام كده. بس لما فرمت الفراخ فرمتها ناعم قوي، ناعمه جدا. غير كده عملت صوص الترياكي. صوص الترياكي هتستعملي كوباية صويا صوص، هتحطي عليها معلقتين سكر، يفضل ان هو يكون يا بني يا بودرة علشان يبقى اسهل في الذوبان، وحطيت عليها قد ربع كوباية خل تفاح. كفاية، نعمل كمان واحدة. ودلوقتي هحط شوية زيت علشان أسخن أو أسوي كفتة الفراخ. تمام كده. طبعا مش هندلق الفراخ كلها مرة واحدة، بنحطهم واحدة واحدة. وخلي بالك ايدك والزيت. تمام كده. هحطهم كلهم مرة واحدة، هم مش كتير، على الطاسة علشان نخلصهم. وهنعمل هنسويها كلها بقيتها في نفس الطاسة كده، هنبقى تمام. نوع او الفراخ دي انا مش هقليها في زيت غزير، انا هقليها في حبة زيت صغيرين، وممكن كمان ممكن ما تقليهاش في الزيت، ممكن تحطيها في صينية وتدخليها الفرن وتسويها في الفرن، لان احنا هتكمل سواها كده كده ببقية الصوص اللي احنا هنعمله. انا هحط كده، هسيبهم شويه عبال نقلبهم واحده. انا عايزاهم بس ايه يبتدوا ياخدوا لون من كل ناحيه. دلوقتي هجيب بوله هحط فيها عسل، وهحط توم بودرة وتوم مصحح وسمسم، وهحط بيضة. لا بيضة، لا صحيح، معلش انا لخبطت. هحط دلوقتي الترياكي
كده نقلب واحدة. تمام كده، شايفين بتلون ازاي؟ انا عايزاها تلون كده. تمام كده، عايزه بس الفهم علشان يلونهم من الناحيه التانيه كمان ويبتدوا يستووا. ايوه تمام، عشان مش عايزه الاقي ناحيه ملونه وناحيه لا. تمام كده، حبه اللي في النص دول دلوقتي هزود على ترياكي صوص، احط عليه شوربة. وهقلبه. لازم اقلبه كويس علشان العسل يدوب في كل الصوص. تمام كده، ريحته حلوة قوي الصوص ده. انا دلوقتي كده تمام، الفراخ هحط عليها الصوص كده واقلب. لازم اتأكد ان الصوص كله موجود في جوه الفراخ جوه الصوص، هغطيه واسيبه يغلي. انا دلوقتي هغرف الطبق بتاعي اللي هو الفراخ بالترياكي. كده ادي الكفته، كفته فراخ بصوص الترياكي، صوص جميل حلو، طريقه جديده ناكل بيها الفراخ، فيها فايده عاليه. تمام كده، واحده كمان الناحيه دي. كل اللي هعمله اني هوزع سمسم على الوش. كده